سعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم، حيث تسود أجواء غالبا صافية 30 درجة مئوية، الملموسة 28 والرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 27 إلى 17، عرعر طقس صافي 26 إلى 16، وتبوك 30 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة، رياح نشطة وأتربة مثارة 38 إلى 24، جدة 29 إلى 28، مكة المكرمة 38 إلى 25، والطائف 30 إلى 19 مع أتربة مثارة. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة أتربة مثارة 26 إلى 14، أبها 28 إلى 14، وجازان 32 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام، رياح نشطة وأتربة مثارة 29 إلى 21، حفر الباطن 27 إلى 17، والإحساء 31 إلى 17 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 30 إلى 19، بريدة 28 إلى 17، وحائل 27 إلى 15 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء